بسم الله الرحمن الرحيم معالي السادة الوزراء السادة رؤساء الوفود السيدات والسادة الحضور والضيوف الكرام يسعدني ان اتحدث اليكم اليوم في افتتاح الدورة الخامسة من اسبوع القاهرة للمياه الذي تنظمه مصر حتى اصبح منصة اقليمية ودولية فاعله لدعم الحوار حول قضايا المياه التي تزداد اهميتها بشكل خاص في اطار جهود تعزيز السلم الدولي والتنميه المستدامه حيث يحمل اسبوع القاهره الحالي للمياه عنوان المياه في قلب العمل المناخي وذلك في خضم نقاشات دوليه تستهدف تكثيف التحرك الدولي بشأن قضايا المياه والمناخ وصولا إلى القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ الشهر القادم السيدات والسادة الحضور لطالما كانت المياه منذ بدء الخليقة واهبة للحياة على كوكب الأرض والركيزة الأساسية لتطور الحضارة غير أن التطور المتسارع للحضارة الحديثة قد زاد من الضغوط على الموارد المائيه المتاحه حتى وصلت البشريه لمرحله حرجه يواجه فيها العديد من البلدان تحديات متزايده لتوفير الاحتياجات الاساسيه من المياه وقد استمر الغذاء هو المحور الاكبر للاستخدامات المائيه عالميا وعلى ضوء ما يتوقع من ازدياد احتياجات الغذاء بنسبة 60% بحلول عام 2050، فقد بات واضحا انه لا انفصام بين تحديات الماء والأمن الغذائي. كما جاء تغير المناخ ليفاقم من هذا التحدي المزدوج. لا سيما في الدول التي تعاني من ندرة مائية، بما قد يؤدي لتبعات سلبية خطيرة على السلم والامن اقليميا ودوليا السيدات والساده الحضور كان قدر مصر ان تقع في قلب تلك التحديات الثلاثه المتشابكه تحديات الامن المائي والغذائي وتغير المناخ فمصر من اكثر دول جفافا في العالم وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه عصري لمواردها المائيه المتجدده. والتي يذهب حوالي 80% منها الى قطاع الزراعه. مصدر الرزق لاكثر من 60 مليونا من البشر. هم نصف سكان مصر. وعلى ضوء هذه الندره المائيه الفريده من نوعها فان موارد مصر المائيه صارت تعجز عن تلبيه احتياجات سكانها. بالرغم من اتباع سياسة لترشيد الاستهلاك من خلال إعادة الاستخدام المتكرر لمياه الري الزراعي، على نحو جعل معدل الكفاءة الكلية لاستخدامها في مصر واحدا من أعلى المعدلات في أفريقيا، وتؤدي تداعيات تغير المناخ لتفاقم آثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر، والتي تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ التي تحدث داخل حدودها وكذا في سائر حوض النيل. لكون مصر دولة المصب الأدنى به، وبناء على تلك المعطيات، كان ضروريا أن تتبنى مصر مقاربة شاملة، بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المائي والغذائي، وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية. باعتبار ذلك مساله امن قومي لمصر فعلى الصعيد الوطني انتهجت الدوله الاستراتيجيه الوطنيه لاداره الموارد المائيه التي تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيد الموارد المائيه وتنميتها بكافه الوسائل الممكنه كما تبنت مصر سياسه للامن الغذائي توازن بين الانتاج المحلي والواردات الغذائيه وقد تمكنت مصر بفضل ذلك من الحفاظ على امنها المائي والغذائي في ظل ازمات عالميه واقليميه وعلى الصعيد الاقليمي كانت مصر دوما في تعاملها مع نهر النيل رائده للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصله بالانهار المشتركه. وفي مقدمتها التعاون والتشاور. بغرض تجنب التسبب في ضرر في اطار اداره الموارد المائيه العابره للحدود. وهي القواعد والمبادئ الحتميه لضمان الاستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد. وينطلق موقف مصر من اقتناعها بان الالتزام بروح التعاون والتوافق على مساحات المصالح المشتركه هو السبيل الوحيد لتجنب الاثار السلبيه التي قد تنجم عن الاجراءات الاحاديه في احواض الانهار وهو ما ادبدته افضل الممارسات الدوليه بما في ذلك في افريقيا كما ينطلق موقف مصر ايضا من كونها تتشارك ذات المسعى للتنميه مع مختلف الدول النامية، وتؤمن بضرورة تجنب أي تداعيات سلبية قد تتجمع المشروع التنموي في دول نامية، تتأثر بها دولة نامية أخرى، وتؤذيها على نحو لا يمكن احتواؤه. ونحن نحلم بالسعي المشترك لتعظيم ثروة حوض النيل، ولينعم بها جميع دول الحوض، وذلك بدل من التحرك فرادى متنافسين على نحو غير تعاوني، بما يسفر عن تنمية محدودة وقاصرة في حجمها ونطاقها. على نحو يزعزع استقرارهم. إن رؤيتنا الراسخة هي العمل معا. بغرض التكريس وتقاسم الازدهار، بدل من التنافس والتناحر. الذي يؤدي إلى تقاسم الفقر، وعدم الاستقرار وادراكا منا لخطوره هذه القضيه وانطلاقا من اهميتها الوجوديه لنا فان مصر تجدد التزامها ببذل اقصى جهودها لتسويه قضيه سد النهضه على النحو الذي يحقق مصالح جميع الاطراف وتدعو المجتمع الدولي لتعظيم وتضافر الجهود من اجل تحقيق هذا الهدف العادل السيدات والسادة الحضور أما على الصعيد الدولي فقد حرصت مصر على الانخراط النشط في كافة المحافل ذات الصلة والدفع بضرورة تضافر الجهود لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة على نحو متكامل. واتصالا بذلك تتطلع مصر اهتمام كبير لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه. المقرر عقده في شهر مارس 2023. حيث تعد هذه الدوره من اسبوع القاهره للمياه، احدى الفعاليات الاساسيه تحضيرا له. واود ان اغتنم هذه المناسبه لادعوكم للمشاركه في فعاليات القمه العالميه للمناخ قبل COP27. التي تستضيفها مصر. بمدينه شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم والتي ستطرح مصر خلالها مبادره العمل على التكيف مع المياه والقدره على الصمود والتي يتم التنسيق بشانها مع المنظمه الدوليه للارصاد الجويه حيث من المقرر ان تستضيف مصر في هذا الاطار مركزا افريقيا للمياه والتكيف مع المناخ وذلك لدعم القدرات الإفريقية في هذا المجال المهم السيدات والسادة على الحضور أود في الختام أن أجدد الشكر لكم وأن أرحب بكم في مصر كما أعرب عن تطلعي لنجاح أسبوع القاهرة للمياه في الخروج بتوصيات ناجعة قادرة على دفع جندة المياه الدولية قدماً بما فيه تعزيز تطلعاتنا التنمويه ورخاء العالم واستقراره وفقكم الله وكل جهودكم بالنجاح والتوفيق وشكرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته